حديثي عن تطورات الأوضاع في السودان واستخدام القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين ومآلات المشهد السياسي، هناك معنا من إسطنبول نائب مسؤول الحركة الإسلامية في السودان الدكتور خليل عبد الله محمد علي. دكتور خليل، بداية مرحبا بك. قوات الأمن تجدد قمعها لمليونية الشهداء في السودان، لماذا يتكرر هذا القمع للتظاهرات؟ أولا أشكر الإخوة في قناة الرافدين على اتاحة هذه الفرصة، وأقول أولا لدي ملاحظة أساسية في تسمية هذا الحراك الذي يخرج من حين إلى حين في السودان بالمليونيات. إنها ليست مليونيات، وهي أعداد قليلة جدا بالحساب الحقيقي، يعني في أحسن أحوالها لا تتعدى 400,000 متظاهر، تسمى مليونية. أنا لا أدري كيف تكون هذه المليونية، هذا أولا. ثانيا، هذه المظاهرات تسمى بالحركة السلمية، وهي ليست سلمية أصلا، يعني بدليل أن هؤلاء الشباب الذين يخرجوا في هذه المظاهرات يعتدوا على الحق العام بتخريب الشوارع، يعني يخلعوا الانترنوكل في أطراف الشارع وفي جزيرة في وسط الشارع، ويخلعوا أعمدة الكهرباء الإنارة، يقفلوا بها الطرق. ولكن مطالبات المتظاهرين يعني واضحة، يعني ممكن أن تكون هذه أفعال فردية؟ لا، هي ليست أفعال فردية، هي أفعال مصاحبة لهذه المظاهرات، إغلاق الطرق وتخريبها، وتخريب أعمدة الكهرباء، تخريب وإسقاط لافتات الشركات الإعلانية، والاعتداء على الشرطة. بالمناسبة أنا كنت أشاهد قبل اتصالك هذا بقليل، أشاهد بعض الفيديوهات للاعتداء على أفراد الشرطة حتى الموت، يعني وخلع ملابسهم العسكرية، اعتداء واضح جدا. يعني هي ليست مظاهرات سلمية بأي حال من الأحوال، وهي مظاهرات حقيقة ليست لها أهداف واضحة. يعني هم يتحدثوا عن مدنية، ولهم شعار مدنية مدنية مدنية، يكرر هذا الشعار. المدنية ماذا تعني؟ إذا سألت أي واحد من هؤلاء المتظاهرين لا يعرف المعنى الذي يقصد بهذه المدنية، لأن هؤلاء وراءهم قوة محلية وقوة دولية هي التي تمول هذا الحراك، وهي التي تريد أن تستفيد وتجني ثمار هذا الحراك. ولكن هؤلاء الشباب حقيقة المدنيين الذي يتحدثون عنها، إذا كانوا يتحدثون عن مدنية، فالمدنية لابد لها من أن تكون الفترة الانتقالية هي فترة للتحضير للانتخابات. خروج التظاهرات أستاذ دكتور خليل، خروج هذه التظاهرات في السودان بذات القوة واختلاف تكتيكاتها لتكون أكثر قدرة على مواجهة عنف السلطات، إلى أي مدى يشير إلى إصرارها على تنفيذ أهدافها؟ هو حقيقة إذا سألت المتظاهرين كما أسلفت أنا، المتظاهرين يتحدثون عن مدنية، ولكن هذه الأهداف التي وراء هذه المظاهرات، أولا هذه المظاهرات وراءها الحزب الشيوعي السوداني بوضوح شديد، وراءها الحزب الشيوعي السوداني، وللأسف الحزب الشيوعي السوداني هو الآن وكيل عن قوى دولية وإقليمية هي مختلفة تماما عن الأفكار الشيوعية، يعني ولكن تلتقي أهدافهم في الآن يعني تغبيش المشهد السياسي السوداني، ومحاولة السيطرة على السودان وموارده، ومحاولة تكرار ما حدث في بعض البلاد العربية مثل اليمن وسوريا وليبيا وخلافها، من يعني إسلام البلاد إلى فوضى عارمة تضيع معها مصالح البلد، وتتعرض لمخاطر جمة يمكن أن تنتهي باستعمار حقيقي للبلاد. يعني طيب، الآن هناك مشاورات سياسية دكتور خليل، مشاورات سياسية التي طلبها حمدوك مع الحراك الثوري، يعني هل تتوقع أو إلى أي مدى تتوقع أن تخرج هذه المشاورات السياسية بنتيجة؟ حمدوك في الحقيقة هو وكيل عن قوة دولية، ولا يخفي ذلك. يعني حمدوك بالمناسبة يتلقى طيلة الفترة التي ظل فيها رئيسا للوزراء راتبه من الاتحاد الأوروبي بالعملة الأوروبية، يعني باليورو، هو وطاقم مكتبه، واستدعى قوات من الأمم المتحدة بخطاب سري بعثه بإشراف من الألمان والإنجليز
وسفرائهم في السودان طلب من الأمم المتحدة أن تأتي تحت البند السادس لتستعمر السودان في الحقيقة. يعني هذا الحمدوك لا يرجى منه خير أبدا، أراد في فترة قليلة جدا وهو في فترة انتقالية في حكومته الأولى والثانية أن يغير هوية البلاد، فغير عدد من القوانين، أباح الخمور وأباح الدعارة وأباح طيب المثلية، في هذا الإطار، وأراد أن يغير هوية البلد بتغيير المناهج الدراسية. أتى بأحد الـ نعم الـ الـ نعم تفضل. دكتور، في هذا الإطار ما صحة الحديث عن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؟ دائما ما تتكرر هذه الأحاديث، كيف يراها الشارع؟ هي وسيلة من عبد الله حمدوك لابتزاز الجيش السوداني، قيادة الجيش والمكون العسكري، والضغط على القوى السياسية المناوية له باستمرار، هو يناور بهذه الاستقالة. ولكن أنا وردتني قبل قليل يعني بعض الأنباء، لا أتأكد من صحتها، وربما تكون أيضا هي جزء من المناورة، أن استقالته قد قبلت وانتهى أمره. ولكن أقول إن كل المحاولات التي قام بها عبد الله حمدوك لإعلان استقالته كان يغلب عليها طابع المناورة، نعم، ومحاولة الضغط وكسب أراضي شكرا جديدة. دكتور. يعني دكتور خليل عبد الله محمد علي، نشكرك شكرا جزيلا، مسؤول الحركة الإسلامية في السودان.